بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنادي الافريقي الحمد لله هذا الموسم كان أداؤه جيد، ووفينا الفترة الأولى المرحلة الأولى من الدوري مصدرين المجموعة باء، وكانت نتائج جيدة خصوصا عن قلت في عدة توقيفات ربما تعد أثرت على اللاعبين في المباريات الأخيرة، لكن الحمد لله الفريق عاد لسكة الانتصارات وكان أداء جيد ومتميز، خصوصا عن في الفترة اللي هي كنا في مشاركين في البطولة الإفريقية للأندية، وبعد ذاك كان النسق متصاعد وأدينا أدوار جيدة في البطولة وصلنا فيها للدور الثاني ورجعنا للمنافسات في الدوري، وحتى الآن الحمد لله مازالت النادي يسير على خطى صحيحة، ونتوقع أن إن شاء الله في مرحلة البلاي أوف يعود يتحسن الأداء أكثر ونتوج إن شاء الله السنة بالبطولة، لأن حضرنا لها تحضير خاص والإدارة ما بخلت أي شيء، دارت ظروف اللاعبين في كل الظروف ممكن أن تخولهم يفوزوا إن شاء الله السنة بالبطولة، خصوصا عن السنة اللي هي نرجع لنفوز بالبطولة يعود التمثيل أفضل وأحسن من المرة الماضية. لا ما فما تياها هو خالق شيء معروف عن كل الفرق تمر مراحل، احنا كان عندنا نسق متين خصوصا في مباراة الإفريقية مع الأندية الإفريقية كان فم بعض الإرهاق اللاعبين، ورجعنا للدوري وتمت على سكة انتصارات فعلا جبرنا خسارة ولا اثنتين في المرحلة، لكن هذا الشيء عادي كرة القدم، فوز خسارة تعادل، الفريق اللي ما يخسر والله ما يشوف نقاط ضعف عود طاقة الفني صح هذيك النقاط كاملة، ولا تنسى عن تأثرنا للأسف بغياب الحارس الأول للنادي خصوصا في المباريات الأخيرة، لكن على العموم اللاعبين والطاقم الفني ذيك النقاط كاملة داروها في الحسبان وإن شاء الله هو يصحوها، وقلت كما قلت لك عنه في بلاي أوف إن شاء الله دور عود الأداء مردود جيد، لأن نخطو السنة عن تعود إن شاء الله هو الثنائية من نصيب الزعيم تفرغ زينو.